منظومه تعليميه خايبه على الاخر. ياسر قاعدين يبومبارديو في التلامذة بال معناتها المنهج ياسر بروغرام انتي كونتخ البروغرام اللي قاعدين لا كونتخ على الاخر ياسر بومباردومون بالحق التلامذة ما عادش عندهم وقت لحد شيء. انا نشوف خويا معناتها كل ما نروح ديما يعدي ديما عندهم ديزيكزامان ديزيكزامان ولاو فارقين على بيريود كبيرة معناها يلزمها ريفورمولاسيون كاملة. انت شنو رايك؟ انا بيجي كيف كيف معناتها سورتو اللي صار العامين الاخرانيين معناتها الكوفيد عامنا والسنه معناتها تلقى عباد ديجا نحيت لهم بروجرام انت مثلا هو بريمير ولا دوزيام وبعد تمشي تطالبوا في العام الجاي لازم فما حكايات لازم يكون يعرفها فهمت دونك التلميذ يلقى روحه ضايع شويه خلاف لي برشا قرايه بالحق معناتها تمشي تي من الصباح تروح فما شكون يروح السته خلاف لي زور كروز خلاف حتى بون لي سيت فما البي زاد فما لي هكاك فهمت دونك اول حاجه لازمنا نشوفوا ساعة الاستاذ البيداغوجي نتاعو مانيش نحكي على سيت ذا الكل راه فما سيت ذا باهين وكل شيء فما طرف سيت ذا كل شيء كيما راينا من ليسي خويتي مثلا يفوت راهم الاستاذ في حد ذاته معناتها لازمنا نصلحوا معناتها جونغ نكون الاستاذ ساعه قبل معناتها ما يخرج للدومين نتاع التعليم. شو فما شويه من الاساتذه الصحيح يلزم يتكونوا كمان زاد شويه من التلميذ زاده فهمت اما ما تنجمش تلوم 100% على التلميذ دونك الاستاذ فيه العوج سي نورمال التلميذ زاده باش يولي فيه مشاكل فهمتني دونك كيما قلت لك انا من الليسي سافا اما اللي راه فيه من الليسي خويتي لا فهمتني وانت والليسي زاده كيما قلت لك الاستاذ هو معناتها هو الاول معناتها المدرسه الاولى فهمت ومن بعد تجي التلامذه هذاك البوانت جست كوتي بروغرام ماذا بينا زاده ينقصوا شويه فهم برشا حكايات زاده ما تصلحش فهمت يحاولوا يعملوا يشوفوه معناتها من قبل تو البروغرام قاعد تو تطورت برشا حكايات جديده ماذا بينا يتبدل شويه. حسب رايك انت معناتها كنظره شبابيه شنو الحل معناتها شنو نجموا نعملوا شنو الاضافات شنو التغييرات نجموا معناتها ندخلوهم للنظام التعليمي باش يتحسن؟ نقص شويه من المواد اللي معناتها حتى فايده كيما التربيه المدنيه بون حتى تاريخ وجغرافيا مثلا الفاسون اللي تتقرا بها تفدد معناتها التلامذه يمشيوا يحفظوا بالقداش من باج ايه يحفظوا معناتها برشا باجات هكاك بيتمون معناتها الطريقه كانت تتبدل تولي انتراكتيف تولي مثلا سوفور من 10 مسرحيات وكل ومش لازم يكون فما دوفوار تاريخ ودوفوار جغرافيا سورتو لي سيكسيون سيونتيفيك حكيت التلقين معناها اكزاكتومون احفظ صب من الاخر معناتها انا هذاك كيفاش كنت نتخيل التلامذه كلها توا هكاك احفظ صب الطريقه لازم تتبدل ويلزم نحيو الزيت بصراحه برشا زيت حتى تقريت لي لونغ معناتها مانيش نشوف فيها كي ما نعرفش يدخل مثلا بروف يموتيفيك على اللونغ معناتها تخرج تلقى حتى ساعات عباد مثلا بيا في الفرنسي والانجلي وما تنجمش تحكي من بعد كيفاش معناتها تي اورال اللغه الساعه يلزم فازيت حتى تخلي التلميذ يشيخ تعرف دي زكتيفيتي فهمتني مش كيك ادخل او احفظ دي فير بحفظ احفظ انت باش تنسيه انت باش تحفظ النهار باش تجي تنسيه حاولوا يبدلوا المانير فهمتني صح وليت ياسر مصطوها فهمتني ماهيش مات هي ولا فيزيك دور شويه هكا عملوا مسرح عملوا تياتر حتى التلميذ ياخذ ثقه في روحه يعرف يحكي وباش يحكي مع عباد مش باش يكتب معناتها مع عباد كتيبه حاجه وفما الاورال زاده فهمتني دونك ونقول زيد حتى في المات وكل شيء لي شارجي شويه معناتها البروغرام قوي فهمت برشا وموا هو باهي انتريسون الكل نحبوا المات وكل شيء ما ينقصوا شويه على التلميذ فهمت باش ما يكونش عنده شارج باش ما يدخل شويه يبدا فيدد منها كالماتير ولا قلق منها فهمت خاطر زيد لازم يلعبوا على البسيكولوجي نتاعو نفسيته وكل فهمتني.